القبول والتأثير نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا لبشر أن يكون له يد فيها. امبارح لما اتكلمنا على أحمد موسى شفتوا جاتني عشرات الرسائل تطالب إن احنا ما نعرضوش على الشاشة تاني لأنهم تجنبوه فمش عايزين يشوفوه عندنا. فسبحان الله، نعمة القبول ونعمة الرفض من عند الله سبحانه وتعالى. في نفس اليوم يخرج أبو تريكة في استوديو للكورة، ما بيروحلوش غير اللي بيحبوا الكورة، لكن لأنه الراجل ليس مشروع نجم زي محمد صلاح عايز ياخد الجوائز، هو مشروع إنسان. لن أقول مشروع بطل ولا مشروع قائد، مشروع إنسان. كيف يكون الإنسان الحقيقي؟ أن يكون مهتما بقضايا أمته، أن يستشعر ما يشعر به أبناء أمته، مش يبقى حياته منغمسة. إذا كان فنان فيبقى في التمثيل والسهرات والحاجات دي كلها، ملوش دعوة بقضايا وطنه. وإذا كان لعيب كورة يبقى مغموس في الجوان وفي الجماهير وفي الفلوس وفي تجديد العقد. لا، أبو تريكة لم يكن هكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع له هذه المنزلة في قلوب الناس. شوف يا أخي، مثلا في مصر عندهم لا يقل عن 50 قناة فضائية. 50 قناة فضائية بآلاف الجيوش المجيشة من المذيعين والإعلاميين والمعدين وغيره، لكن لكلمة لا تتجاوز الدقيقتين بتربكهم جدا وبتضايقهم جدا وبتستفزهم جدا. فالنهاردة تجدوا كل كلاب اللجان وكأنها مسعورة، لأن هذا الرجل الذي أمامكم قال الحقيقة، قال إحنا بنمشي بطير راسنا، إحنا مكسوفين من نفسنا. قالها بلهجة بسيطة ليس فيها عمل سياسي، ليس فيها مواربة، ليس فيها فزلكة، ببساطة إحساس كل إنسان مسلم أو غير مسلم، عربي أو غير عربي، إنه شايف هذه المأساة التي بتحدث في غزة دون أن يحرك له ساكنة. الإحساس إن إحنا بنمشي موطين راسنا. وطبعا كلمة موطين راسنا دي جت على الجرح بعد حكاية السفينتين كاترين والفرقاطة الإسرائيلية، فهبت كل اللجان المسعورة كي تنبح على هذا الرجل كعادته، وهو لا يعبأ ولا يهتم. فسبحان من وضع له القبول ومن وضع له التأثير. عشان تبقوا عارفين، رب كلمتين أو كلمة يبارك الله فيها تكون أفضل من ملايين الكلمات. ورب كلام أديلهم 11 سنة، 11 سنة بيحاولوا يغسلوا عقول الناس، وإذا بربك يفسد عليهم في كل مرة ما يريدون. اسمع يا سيدي لمن لم يسمع ماذا قال أبو تريكة وكيف استفزه. قال المباراة، أنا قلت لك في بداية الاستوديو إيه؟ مش قلنا قمة الجولة؟ لا. بتفكرني بإيه؟ وقمة جماعة لا سمح الله، أي لمانات وخطابات وإدانات وشجب وبتاع، وتلاقيها في الآخر إيه؟ على فشوف. يعني بدون أي توتنهام أفضل. على فشوش بدون اي ما في فائده مستخلصه من الموضوع. ايوه طبعا. وجماعه لا سمح الله، انتوا سايبين الناس بقى لها اكتر من سنه، انتوا ايه مستنيين 50,000 شهيد؟ مستنيين ايه؟ ها، كنا بنقول لكم في الاول المساعده، ساعدوا الناس، وصلوا للناس المساعدات، الناس بتموت وتتحرق على الهواء وانتوا ايه مش موجودين. بنقول لكم كنتوا ساعدوه، ما بيبقى لكم 14 شهر ما بتساعدوهمش، خليكوا على الحياد. ها، المتغطي بالصهاينه والامريكان عريان بس، فما بنقول لكم شو ما تساعدهمش، ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم، وهم ناس بيتوكلوا على الله. انتوا بقى ايه؟ ها؟ والله هيرفع عنهم البلاء. 14 شهر ايه؟ خليكم على الحياد، ما تساعدوش الصهاينه ولا الامريكان. تمام؟ بس كنا بالاول بنقول لكم لعل وعسى تساعدوه، دلوقتي لا، بنقول لكم خليكم على الحياد، ربنا سبحانه وتعالى هينصره. وانتوا اهل غزه احنا بنمشي دلوقتي موطين راسنا. ليه؟ لان احنا ما عندناش دلوقتي كرامة، لان احنا ما ساعدناكوش ولا وقفنا معاكم، فسامحونا ولعل الله ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا. وجماعه لا سمح الله كفايه 14 شهر، خدوا وقفه، انتوا مش صغيرين، احنا دول كبيره ولنا
ولنا العرب لهم قيمتهم واهميتهم. اوعى تفرطوا في قدره وعظمه العرب. وما تسيبوش الناس ال 14 شهر. كفايه 14 شهر. 55,000 شهيد. الناس بتتحرق على الهواء. والناس بقى لها شهر ما بتدخلهاش حاجه. حرام. فربنا سبحانه وتعالى يشيل عن الجميع، اهل غزه واهل لبنان. دول ناس بتقاوم بتجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم. اي نعم احنا بنمشي كده دلوقتي. لان احنا الصراحه سيبناكم. والجماعه بتوعنا جماعه لا سمح الله انتقلوا من جماعه لا سمح الله لخانه المفعول به. كفايه.